تعيش مدينة التربة كارثة بيئية غير مسبوقة، فالنفايات مقدسة في كافة أرجاء المدينة، أمام المدارس والمرافق الصحية وأمام المنازل، الأمر الذي بات يهدد السكان بأوبئة وأمراض عديدة. انظروا إلى هذه المخلفات التي سيطرت على هذا المكان وخلفت أمراض وسببت مشاكل من حميات ومن أمراض. من انظروا إلى هذه القمامة المكدسة، هنا أكواد من القمامات، يعني الإنسان مش قادر إنه إذا مرض يستطيع أن يوفر قليلا من العلاج. عيش في جبل من القمامات ومينا من الوباء، فنحن نناشد المجلس المحلي ونناشد السلطة والمسؤولين جميعا أن يقوموا بواجبهم، لأنه المشكلة ما هي نقولش إنه ما فيش يعني دعم ولا ما فيش حاجة، يأخذوا من كل المحلات ألف 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 على كل محل، معك 400 محل حسبيها بكام لو تطلع، لو بحق يوم بس واحدة، بحق يوم واحدة فقط شيء والو اثنين ثلاثة يعني سيارات يحملوا هذه كامل. يغيب عمال النظافة عن مدينة التربة بشكل باعث للاستغراب والقلق، فلا براميل مخصصة لهذه النفايات ولا عمال يتواجدون لرفع هذه المخلفات من الأماكن والطرقات والأسواق الشعبية وغيرها من الأماكن الأخرى. هناك المقلب منذ ثلاثة أو أربعة أشهر تم إلى أعالي إلى عفف السماء ولم يتم فتح المقلب لكي يتم رفع المخلفات من الشارع، وهناك الشوارع في بعض الأحياء التي تسبب الأوبئة والتي تسبب الأمراض لم يتم رفعها ولا في أي تعاون من المواطنين، كله على عنا النظافة، كله على عنا النظافة. كنا نجينا بنانا نرقض عتين رواتبنا يهددون احنا لبيوتنا يفعلوا لبيوتنا، الآن نحن خرجنا هذه برضو في بلادنا ومن شان أطفالنا من شان أمهاتنا من شان أخواننا، نحن نخرج نشتغل نرتاح نصفي، أما بعدين معانا المرافق الصحية هذه برضو هي تعاني من أن تكدس النظافة ورا، لكن في ناس متمثلين يقولوا يشلوها ويمشوا، مطاعم بوفيات حلاقين هذا غيرهم، في ناس يقولوا يشلوها مخصصين بالعربيات لباب المقلب، الآن نحن المقلب بنات خارج ما نقدرش ندخل، باقي معانا يمكن حوالي يومين نوقف، من شنقذنا هنا بنقلب على الأقل ينفس لنا المقلب. أهالي المدينة أطلقوا مناشداتهم بهذا الخصوص إلى كل الجهات المعنية بما فيهم السلطات المحلية والمنظمات الدولية المختصة بهذا الشأن الذي لم يعد يراه هؤلاء ولا يهتم له أحد.